السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مثال لذيذ ازاي اعمل مسارات الهروب مثلا وازاي احسبها بطريقة اوتوماتيك. خليني اقول له من ارتكشر انا عايز اعمل بليس كومبوننت، تمام، وهقول له لود فاميلي. هحمل فاميلي، هي عبارة عن بس فونت او عبارة عن خط لاين. دهوت اوبن، هقول له تشين بحيث ان هو الخط يكمل معايا، وهبدأ ارسمه. هقول له مثلا ان انا عندي مسار بالشكل دوت، تمام، لحد هنا مثلا، وبعد كده مثلا، تمام. طيب ده هبدأ اديله اسم على اساس اميزه عن اي مسار اخر. هديله مثلا ده اكس واحد، وممكن اعمل واحد كمان وليكن مثلا من هنا اهوت. وده هديله اكس اتنين. يبقى انا كده عندي دول مسارين موجودين وعايز ابدا اشوفهم طولهم كام. طيب عشان اسهل على نفسي هروح اعمل سكادول. هو جينيريك موديل، واقول له اوكي، وهبدا اختار العناصر اللي انا محتاجها. ترافل ديستنس والاي دي، بس اي دي، تمام. طيب اوكي. في بعض الحاجات جينيريك موديل بس ما فيهاش القيم ديت، هي عبارة عن فاميلي تانية، فعشان كده هعمل فلتر. اقول له انا عايز فلتر لازم يكون الديستنس موجود، تمام، القيمة موجودة، فهيغير لي بقية الحاجات. طيب انا عندي اكس واحد واكس اتنين عايز اجمعهم مع بعض، ففي اكتر من طريقة للموضوع دوت. في ان انا اجي هنا واقول له انا عايز تحسب لي الكالكوليت توتال، واقول له السورتنج بتاعي انا عايزك ترتبهم لي حسب الباص اي دي، واكتب لي جراند توتال، تمام. هو كتب لي كده الجراند توتال. طيب انا عايز ده لوحده وده لوحده، يبقى هاجي هنا في السورتنج اند جروبنج، اقول له في الفوتر اكتب لي التايتل كاونت اند توتال، هيظهر لي بشكل دوت. يبقى انا كده عرفت طول مسار الهروب قد ايه، تمام. طيب لو انت عايز تحسب برضو تديك هانت ان في حاجه اكتر من اللازم، خلينا نقول له مثلا احنا مش عايزين اتمايز،